مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده ولقاء جديد بيتجدد من برنامجنا مفاتيح النجاح. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبه السنه الجديده، يا رب سنه كده مليئه بالتفاؤل ومليئه بالنجاح ومليئه بكل حاجه جميله، ويا رب تكون السنه دي من احلى السنين عليكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. وقبل ما ابدا حلقتي احب ارحب بزميلتي منار. اهلا بيك يا مي، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الصحه والجمال في كل مكان. طبعا زي ما قالت زميلتي مي، النهارده بدايه سنه جديده، يا رب تكون سنه سعيده عليكم وتكون سنه جديده وكل واحد يقدر يحقق حلمه وهدفه اللي بيسعى اليه. فالنهارده طبعا قبل ما نبدا حلقتنا هنرحب بضيوفنا اللي منورينا النهارده، فضيله الشيخ محمد الكيلاني، اهلا وسهلا بحضرتك، والخطيب ايهاب فؤاد، اهلا وسهلا بحضرتك، والقارئ احمد، اهلا وسهلا، نورتونا النهارده. طبعا في البداية كده هنبدأ حلقتنا النهاردة بآيات من القرآن الكريم، اتفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله العظيم. ما شاء الله. نرجع بقى لفؤاد، قول لنا بقى يا فؤاد، بدأت امتى في مجال الخطابه بما انك يعني متميز فيها؟ قول لنا بدأت امتى فيها؟ انا بدأت في الخطابه الحمد لله يعني من سنه 6 ابتدائي. ما شاء الله. اللي علمنا الخطابه الاستاذ والشيخ بتاعي اللي انا بفتخر بيه الشيخ محمد عيد، دلوقتي بيدرس في كليه القران الكريم معلومه في طنطا. طب دي كانت موهبة عندك ولا حد اكتشفك؟ الحمد لله يعني الخطابة أصلها موهبة، اللي بيبقى عنده موهبة بيبقى الأمر سهل عليه في البداية. تمام. بيبقى الأمر سهل عليه في البداية عشان بيبقى الموهبة بتبقى سهلة. اللي هو الأمر ميسر ليه، فالحمد لله بفضل ربنا كان عندي موهبة الحمد لله. ازاي قدرت بقى ان انت تنمي الموهبة دي؟ نميتها ازاي؟ بالقراءة. قريت كتير يعني؟ بالقراءة. طب انت بقى هتسمعنا ايه دلوقتي؟ ان شاء الله مولانا فتح الله عليه بدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه واتم التسليم، يبقى نتكلم عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق المبعوث رحمه للعالمين، عليه وعلى اله اتم التسليم. اما بعد، هناك فرق بين الطلب وبين المطلوب. فمثلا قال موسى للمولى عز وجل رب اشرح لي صدري، بينما قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. عندما أقول للصبي، صبي صغير أنا بحبه، أقول له خذ هذا المال اشتري ولعب وامرح، وهناك فرق. عندما يقول لي أعطني المال فهناك فرق، عندما طلب فهو محتاج.
عندما طلب الصبي أعطيته المال لأنه في احتياج إليه، ولكن عندما أعطيته أنا المال أنا اللي عايز أدهوله، أعطيته بإرادة مني. فهنا قال موسى للمولى عز وجل: رب اشرح لي صدري، يريد شرح الصدر. قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره، ولكن بإرادة من من؟ من المولى عز وجل. هناك فرق بين الإرادة، إرادة المولى عز وجل، وإرادة المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج يروى أنه كان عند عرش الرحمن فأراد أن يخلعنا عليه، فناداه رب العزة قائلا: يا محمد لماذا تخلعنا عليك؟ قال: اللهم إني أخشى عاقبة الترد ومرارة الرد، وأن يقال لي كما قيل لأخي موسى من قبلي. قال له: يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، أنت القريب وأنت الحبيب، فاسألني ما تحب، إني قريب مجيب. فقال: اللهم إني لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا أسألك فاطمة ابنتي، ولكني أسألك أمتي أمتي. فرد عليه المولى عز وجل قائلا: يا نبي الرحمة، أمتك خلق ضعيف، وأنا رب لطيف، وأنت نبي شريف، ولا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، فوعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبين قشطرين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي، فصلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم امتاز بصفات كثيرة، في المجمل هو كل كمال بشري، كل كمال بشري كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نأتي للتفصيل. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. ما هي الأمانة؟ هي العصمة من الذنوب والمعاصي، الكبائر منها والصغائر. ما معنى هذا الكلام؟ المولى عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم من كل الذنوب. وهنا يسأل سائل، قال المولى عز وجل في كتابه أنه غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب إزاي ربنا قال له أنه اتغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي نفس الوقت هو أصلا معصوم من الذنوب؟ إزاي ربنا هيعصمه من حاجة، ربنا هيعصمه من حاجة هو ما بيوقعش بها أصلا؟ إزاي؟ هنا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيب ويخطئ، يعني بيعمل الصح وبيعمل الغلط، ولكن أخطاؤه لا تجرح الشخصية. يعني إيه؟ أخطاء نسيان، سهو، ولكن ليس ككذب، ليس كخيانة، لا تطعن في شخصيته. وصف جميع الرسل بالأمانة. الأمانة دليلها العقلي أن المولى عز وجل جعله لنا أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ هو المولى عز وجل مش قادر أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة؟ طب ليه الأسوة؟ إيه الفرق؟ قدوة لما أقول أنا أقتدي بفلان، فأنا بقتدي في حاجة واحدة، بأخلاقه، في احترامه، في قوته، في رشقته، حاجة شبه كده، في حاجة واحدة. لكن أنا باخده أسوة، يعني أنا واخد الإنسان كله بجميع صفاته، كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمرنا فيها ناخده أسوة حسنة بها. طيب إزاي هناخد أسوة حد خائن؟ طب إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالدليل العقلي أنه أسوة لنا، والمولى عز وجل لا يأمر بالفحشاء، فكيف سيأمرنا أن نتخذ الخائن أسوة؟ الدليل النقلي إني لكم رسول أمين. وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق. الصدق هو مطابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، يعني أمور الوحي يصدق فيها، أمور الدنيا بيصدق فيها. طب الدليل، لما أنا أرسل فلان إلى فلان، هبعت شخص لشخص، هقول له روح هات لي من الشخص المعين حاجة. طب ممكن حد يسمعنا واحنا بنتكلم ويروح يقول له ياخد الحاجة دي، هنقول له ايه؟ قول له بأمارة كذا، مش بنقول كده؟ ففعلا ربنا أعطاهم الأمارة، ربنا مش أعطى المولى عز وجل مش أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمارات اللي هي المعجزات، وكأنه يقول له أنا مصدقك، فتصديق الكاذب كذب، فإن المولى عز وجل لا يكذب أبدا، وإذا كان المولى عز وجل كذابا لكان ناقصا، واستحال النقص على المولى عز وجل، فاستحال الكذب على المولى عز وجل، واستحال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذ الكثير من الوقت، ولكن أترك بعض الوقت لإخوتي الكبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله عليك، ايه ما الجميل شاء الله الحلو، عليك، ربنا يبارك ربنا لك يا رب. يعني يحميك. انت عايز بص الوقت كله عشان نعرف نتكلم، ما شاء الله عليك. تسلم. نرجع بقى لأحمد، قول لنا بقى انت من امتى بدأت قراءة القرآن الكريم؟ حضرتك انا بدأت القرآن الكريم من اول ما استمعت لأصوات المشايخ اللي انا بحبهم طبعا. يعني من سن صغير ولا سن كبير كده مثلا؟ لا، من سن صغير، من سن 8 سنين. تمام ما شاء الله. وانا طبعا لما بتفرج على قناة مكة تمام، واشوف الحرم النبوي والحرم استفاد المكي برضو طبعا منهم. تمام طبعا، واشوف منظر الكعبة وقراء بيقرأوا، فده شدني من وانا صغير. وطبعا واجمل الاصوات اللي شدتني جدا جدا لسماع القرآن كان صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما شاء الله، ما عرفت شاء الله برضو منك في الكواليس ان انت ختم القرآن، ما شاء الله عليك. ومعايا كمان الاجازة في القرآن ما شاء الله. ايه الكريم. ما الصعوبات شاء بقى الله. اللي واجهتك قول وانت لنا. بتحفظ القرآن الكريم؟ لا، القرآن الكريم اولا في حد ذاته معجزة، معجزة في حد ذاته، ربنا جعله صعب على مين؟ على كفار مكة اللي هم قريش. ده ليه؟ لأن العرب زمان كانوا بارعين جدا 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 في اللغة العربية الفصحى، بارعين فيها جدا، فربنا عشان خاطر ما يحصلش فيه تحريفات في القرآن يعني الكريم جعله صعب عشان ما يحصلوش تحريف، لأن زي ما أنا ما قلت إن قريش كانوا بارعين جدا جدا في اللغة العربية الفصحى، تمام خلاص بقى. فما فيش صعوبات الحمد لله، بس إيه الصعوبات اللي كانت بتقابل الإنسان وهو نسيان بس الآيات بس مع الاستمرارية ومع الوقت ما مع طبعا. بس خلاص. وكمان حضرتك في حاجة اسمها كمان المتشابهات في القرآن يعني الكريم، دي برضك ايه الآيات بتوقع مع المتشابهة. برضك القارئ في الغلط، عشان خاطر في آيات كتيرة جدا جدا مشهورة زي يا أيها الذين آمنوا، اتذكرت كتير، ممكن بقى دي تطلع الإمام من سورة لسورة ومن آية تمام. لآية، فدي بس الصعوبات اللي بتبقى بس على في الحفظ وكده، وهي طيب المتشابهات في القرآن الكريم. زي ما انت قلت كده ان انت اكتشفت نفسك لما بقيت تسمع الآيات في التلفزيون وكده، هل حد بقى اكتشفك بعد كده برضو ونمى الموهبة بتاعتك دي؟ طبعا مكتشفني الشيخ محمود عامر شريف، ده إمام وخطيب جامع النصر عندنا في القليوبية، وأنا كمان اللي حاصل منه على الإجازة في حفظ القرآن الكريم في الختمة. طب انت هتسمعنا ايه دلوقتي؟ سمعنا ايه بقى دلوقتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نرجع بقى لحضرتك، عرفنا منك برضو في الكواليس ان انت بتقول ابتهالات ما شاء الله عليك، فانت دلوقتي بقى هتسمعنا ايه؟ ماشي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. ألا تعلمون أن النبي محمدا أهل السماء، أهل السماء والأرض في بركاته، صلوا عليه لتسعدوا بصلاته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته. نزر علي إذا وصلت مقامه، لأمرغ الخدين في عتباته، وقول لعين انظري وتمتعي، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله أشرف خلقه، صلوا عليه لتسعدوا بصلاته. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه، ما شاء الله عليك. قول لنا بقى فضيلتك، كلمنا بقى عن الأحكام في القرآن الكريم. أولاً أنا أحب أمسك المايك لو سمحت. أولاً أنا أحب أنصح الشباب بقراءة القرآن وبعلومه وبأحكامه، وأن يقبلوا على حفظ كتاب الله، لأنه هو القرآن الكريم، هو مصدر السعادة، مصدر المعرفة في الدنيا والآخرة. فأنصح الشباب أن يقبلوا وأن يحفظوا القرآن الكريم على يد المشايخ المتقن، لكي يتعلموا القرآن وينفعوه في الدنيا والآخرة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. نرجع بقى لفؤاد، قول لنا بقى يا فؤاد، كان إيه شعورك في أول مرة قلت فيها خطبة؟ بقى كان بقى شعور مختلف وسط بقى ناس وجمهور، كان إيه بقى شعورك وقتها؟ الحقيقة كان أول مرة أخطب فيها، كان عندنا في القرية، ما كانتش خطبة جمعة، كانت خطبة كلمة قصيرة في التراويح في رمضان، كانت ما بين الأربع ركعات والأربع ركعات، كانت كلمة قصيرة. طبعا الخطبة نفسها لها هيبة. طب السر ده مش جاي من فراغ، عشان اللي بيكون بيتكلم بيكون بيعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فانت دلوقتي جايب اقل الناس الى اعلى الناس، بتحاول تخلي اقل الناس يعملوا حاجة زي اعلى الناس، فالموضوع بيبقى حاجة صعبة، ويعني حاجة شعور الخطبة الاولى بيبقى شعور صعب. طبعا يعني انت واقف قدام ناس. اول مره خطبت الخطبه دي كنت عندك كام سنه بقى؟ كنت في سنه 6 ابتدائي. كان عندي 10 سنين. اللهم صل على سيدنا محمد. انت بتكون واقف قدام ناس انت ولا تعرفهم ولا هم يعرفوك، واكبر منك وناس كبيره، والمشكله ان نظرات الناس تخوف. ليه؟ هما مش بيخوفوك، بس انت لما تبص في عين حد بتخاف. حتى ان المشايخ اللي انا بروح عندهم واللي انا اعرفهم
نصحوني قالوا لي حاول انك تبين للناس انك حاطط عينك في عينهم بس ما تحطش عينك في عينهم عشان انت اللي هتخاف. ازاي؟ قالوا لي ان كل مسجد بيبقى فيه خط، خط كده فيه طبقتين، فيه لون فوق ولون تحت. قالوا لي حاول تركز على الخط ده عشان عينك، عينك لو جف عين واحد بص لو هو ما عجبوش كلامك انت هتحس بده وانت هتتوتر وانت هتتلخبط في الخطبه. المشايخ نصحوني ان انا ما واجهش الناس مواجهه صريحه، ان انا ما احطش عيني في عينيهم. وانا بنصح اي حد، اي حد هيبدا خطابه يحاول يقلل من المواجهه في الاول، يعني اخطب وكل حاجه بس ما تحاولش تكتر ان عينك في عين الناس عشان ده هيخوفك انت لسه في البدايه. شعور ان انا اول خطبه جمعه كان ان انا واقف حاطط رجلي مكان احسن رجل في الدنيا، رجل النبي صلى الله عليه وسلم. شعور صعب، شعور انك واقف دلوقتي ربنا، يعني ربنا بعظمته وبجلالته انا حبيبه احبه، يعني شعور صعب انت واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم. انت المفروض منك دلوقتي كل حرف هتنطقه، كل حرف هتنطقه هتحاسب عليه، هتحاسب عليه ما فيش نقطه واحده الا وهتحاسب عليها. حد يجي يقول لي طب وصلت النقطه، طب حرف نصدق ممكن حرف من حرف يغير معنى، طب والنقطه تغير معنى؟ ايوه طبعا. ما ممكن واحد يكون بيقول اقدر يقولها اقدر، زود نقطه، تحول المعنى لمعنى تاني. كل نقطه بتزعل، كل نقطة لو انت زودتها في حتة غير مكانها او بدلت مكانها او نقصتها او حتى جبت بيها وهي مش موجودة بتعمل خلل في الخطبة. فياريت اي حد هيبدأ خطابة ياريت ان هو يحاول قبل ما يظبط محتوى الخطبة نفسه يظبط اللغة العربية، اهم حاجة اللغة العربية عشان فن الخطابة هو القاء ولغة عربية. ما شاء الله عليك، يعني بجد انا فخورة بيك وبكلامك وكل حاجة انت بتقولها، يعني ربنا يوفقك في كل حاجة انت بتعملها. امين يا رب. نرجع بقى لاحمد. طبعا يا احمد كل واحد فينا عنده داعم وسند في حياته بيقف جنبه. كمل، مين اللي كان الداعم والسند بتاعك ووقف جنبك في مشوارك في حفظ القرآن الكريم وساعدك ودايما كان على طول بيبقى سند ليك؟ طبعا هو الفضل من الاول من ربنا سبحانه وتعالى. تاني فضل من الوالدين، طبعا كان في تشجيع كبير جدا جدا من الاب والام والقرايب والناس، طبعا كان في برضك تشجيع. وكمان الشيخ محمود برضك بذل معايا مجهود كبير في حفظ واتقاني للقران الكريم ولحسن التلاوه. وكل ده كله ربنا يوفقه. امين يا رب. طب ممكن سمعنا حاجه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله عليك بجد ونورتوني النهارده، وما شاء الله يعني على المعلومات اللي انتوا قلتوها وصلتكم جميله جدا. هنخرج فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل بفقرة جديدة ومختلفة مع موهبة من التراث القديم في إلقاء وكتابة الشعر، وبالرغم من اختلاف عمله قدر إن هو يوفق بين شغل المحاماة وبين الشعر. فالنهاردة هنعرف منه بدايته كانت إزاي، فخلوني النهاردة أرحب بالمستشار عامر عبده المحامي بالنهر. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة. حضرتك نورتنا ونورت قناة الصحة والجمال. في البداية بقى عاوزين نعرف من حضرتك من إمتى بدأت كتابة الشعر؟ اتفضل امسك المايك عشان الصوت. انا بدات كتابه الشعر منذ الصغر، بس طبيعه عملي كمحامي كانت بتاخد وقت كتير مني،
بالنهار في المحكمة وبالليل في المكتب، فكنت بكتب اللي أنا بكتبه، كنت بكتبه وبعينه لنفسي. ما بدأتش أنشر اللي أنا الكتاباتي غير من قريب، من حوالي 4 شهور ولا حاجة. يعني كبر سن حضرتك، إيه اللي كان بيشجعك إنك تكتب بقى وتميل بقى لكتابة الشعر؟ لا أنا بكتب من زمان، بس بقول لحضرتك إن أنا كتاباتي كنت بكتبها لنفسي. الأول كنت بتكتبها وتخليها لنفسك. بعينها لنفسي. دلوقتي بقى اللي شجعك إنك خلاص تظهرها. كل شيء بأوان. هو أنا لقيت العمر عدى، واللي أنا كتبته ده كله هيضيع في الهواء، فقلت ابدا انشر. تمام، قول لنا بقى ازاي حضرتك بتعرف توفق مثلا من شغل المحاماه وبين الشعر، بما ان اصلا انت لسه قايل من شويه شغل المحاماه بيحتاج وقت وجهد كبير، فازاي بقى بتقدر انت توفق بين ده وبين ده، بما انك حضرتك قلت ان انت بدات الفتره الاخيره دي في الشعر تاني؟ اصل الشعر بالنسبه لي ممكن يخطر على بالي وانا ماشي في الشارع، في اي وقت وانا ماشي في الشارع وانا قاعد في المحكمه. يعني ممكن وانا ماشي في الشارع اروح واقف بالعربيه واكتب كلمتين عشان ما انساهمش، وانا نايم ممكن اقوم من النوم كذا مره اقوم اكتب كلمه، لان لو سبتها للصبح هنساها. تمام. ايه هي القصائد اللي حضرتك كتبتها بقى، واول قصيده انت كتبتها واثرت فيك؟ وأنا أي كلمة بكتبها بتكون مأثرة فيا، لأن أي كلمة بكتبها بتكون طالعة من جوايا من قلبي. جميع اللي أنا كاتبه بيبقى عزيز عليا. ممكن تكتب قصيدة مثلا تكون لموقف حصل لك مثلا؟ طبعا. أو ممكن مثلا تشوف موقف حصل قدامك فبالتالي بتكتب بقى المعلومة. ده لو كلمة سمعتها ممكن أبني عليها قصيدة. بتأثر فيك. كلمة واحدة بتعمل عليها قصيدة. يعني هقول لحضرتك، أنا كنت قاعد مرة في المكتب ففتح الراديو. سمعت واحد بيقول له، واحد في الراديو بيقول له اليوم يومك يا عم. عملت عليها قصيده بقى. عملت عليها قصيده. عملت لها سيناريو وحوار كانها من فيلم. كلمة واحدة بس اليوم من كلمه. عملت لها سيناريو وحوار كاننا احنا في الصعيد، وواحد اتقتل وابوه وامه بيقولوا لاخوه لازم تاخد بطار اخوك. واخوه ده متعلم وحافظ قران ما يقدرش يقتل. والراجل اللي هو وحافظ قران، فالشيخ اللي محفظه قران قال لهم ده عمره ما يقتل، ده انا اللي معلمه قران ومربيه. فبالتالي لما ضغطوا عليه عشان ياخد بطار اخوه، هو هرب وساب الصعيد وراح اشتغل في القاهره، اشتغل على قهوه، راح اشتغل على فرن في فرن. فالمهم اخته قالت انا هاخد بطار. فعيبه ان سيده تاخد بطار في الصعيد. الاهل قالوا لها ازاي تاخد بطار؟ طب سيبينا احنا هنجيبه، ان ما خدش طار اخوه احنا هنقتله، وبخد انت بطار بعد كده. فقعدوا يدوروا عليه لحد ما وصلوا له وعرفوا مكان سكنه، ان هو ساكن في القاهره في الشارع الفلاني في الحاره السد دي. دخلوا في الحاره السد دي لقوا في فرح وزيطه ولمه ناس، لقوا هو اللي قاعد عريس. فقاموا رايحين له بقى مقربين منه على المسرح وعايزين يقولوا له كلام بحيث ان هو يسيب الفرح ويروح ياخد بالطار. فبيقولوا له ايه بقى لما قربوا منه، دار حوار بينه وبينه، بيقولوا له اليوم يومك يا جابر يا ولد عم خميس، وكمان قاعد في الكوشه وعامل فيها عريس، طب شوف اهلك وناسك، يا سلام لبرود احساسك، هتسيب طارك لمين؟ هتاخد اختك سعيده؟ ما تقول يا ابو بدله جديده، ما تقوم يا ترد علينا، دي الخيره ما هيش بايدينا، شفنا اختك بعينينا، من ليله اخوك ما مات شايله جال البارود ومعلقه شنبات، عامل لك ليه والليله وعايش دور الفرحه بالذمه يا ناس دقصول، حقك تلبس لك طرحه، عايزين الناس يشوفوك رافع رجبينا لفوق، امك عشان اخوك مكويه بنار الشوق، صعبان علينا ابوك الراجل الشيبي، وامك بتقول عليك ابني ده بهمه في زريبي، ما تقوم يا ترد علينا، ام الله يسامح وابويا الله يشفيه، لكن الطار يا جماعه اهو ده اللي ماليش فيه، سمعت يا عم حجازي زي انت ما قلت كده، اهله بعد ما ربوه مش راضي يراد ابوه، اراد ابوه يواخد بربي كيف، انا مش واخد الطار لو حقت عراسي بالسيف، الجبن ده جبته منين، جبت الجبن منين، هنسيبك جد يومين وتشوف لك حل اكيد، يا ناس القتل حرام ده بسببه هروح في حديد، ابويا وامي على راسي وطار اخويا انا مش ناسي، وسعيده اختي من بعدي هي اللي هتحزن وتقاسي، ما ترد يا عم حجازي ربنا قال ايه في كتابه، اغضب ربي كيف ومين يطيق عذابه، حجازي قام وقف له والناس قاعده تسقف له، نسايبه قاموا زفوه وخدوه وراحوا لابوه عشان يا ناس يرضوه، لقوا اللي قاتل اخوه، جاتوا الحكومه مسكوه وعلى المحكمه زجوه، وقال له عمه حسين حكمت في ظرف يومين، امه اللي كانت مهمومه تشوفها تقول مسمومه، ما
بعد امه ما كانت حزينه قامت علقت الزينه وقالت له مرتك زينه سماح يا ولدي سماح دلوقتي انا قلبي ارتاح وسعيده قالها عريس وقال يا نسم الفرحه قبل الخطوبه جابت الطرحه ودبت الزغاريد والحزن ولا بعيد وبقينا كان في عيد وصارت علامه في عقول الناس الطار حرام ملوش اساس الطار حرام ملوش اساس ده من جرب بس كلمه ان سمعتها اليوم يومك اليوم يومك عملت الحكايه ده كله عشان بس اليوم يومك القصيده بقى حضرتك كتبتها هو انا كتبت قصايد اول قصيده كتبتها كنت كتبتها برضو قاعد كنت قاعد عند واحد قريبي من مده كبيره وانا صغير فابنه مستطول نفسه شويه فقايم بيقوم يلمس المروحه واحنا قاعدين بنتكلم فقام قايل له اقعد يا ابو طويله عملت ابو طويله دي المروحه عملت عليها قصيده وحوار برضو سيناريو وحوار انت من اي كلمه قصيده تعمل سيناريو كلمه ابو طويله دي ان ابو طويله ده ولد غلبان يتيم عايش في الارياف فبيحب بنت اسمها جميله وعايز يتجوزها فالعمده عشان هو يتيم قال له تعالى هنعمل لك فرح عندي في البيت فعشان يعمل له الفرح في البيت عازم بقى مشرف الجامعة. دي أول قصيدة حضرتك عملتها؟ لا أنا عندي الشنطة مليانة رقائص قديمة. أول قصيدة كنت عملتها. كانت حاجات بدائية. أول ما وأنا صغير أول ما شفت الليلة الكبيرة حاولت إن أنا أعمل حاجات صغيرة زيها كده. لكن بتاعة أبو طويلة دي بقول لحضرتك لما قال له اقعد يا ابو طويله روحت بقى الواد اليتيم ده العمده قال له هنعمل الفرح عندي في البيت فعازمين بقى مشرف الجمعيه الزراعيه ابراهيم افندي والابله بتاعه المدرسه وهم قاعدين في الفرح الشباب بتوع البلد عايزين يفركشوا له الليله على اساس ان هو يتيم وغلبان فالمهم لما عايزين يفركشوا الفرح فهو قال لهم ازاي عايزين تبوظوا الفرح عليا ده انا جبت كذا وجبت كذا ووضبت الشقه فصعبوا عليه بعد ما كانوا عايزين يبوظوا له الليله بقى هم اللي عايزين يزفوه فبقول ايه بقى فيهم بقول ابو طويله حب جميله جايب شبكه وعامل دبكه جايب ابراهيم وعم حسين وهو جاي معاه راجلين جايب غزيه قام درويش اداها بقشيش وقال له جواز الليله ما فيش قال له ازاي ده انا جبت جهاز والشقه جبت لها ازاز والصاله حتى الصاله حاطط فيها بلبلها ازاز وجاموست مني ليه تجيب بثمنها ذهب في ايديه قام درويش حس يا ناس جدا بكلامه بكى بالدمعه ولا شمعه وراح حطها هناك قدامه قال له كلامك عقل وزينه ولا نزفك او بعنينه ايه يا جماعه راح تعملوا الواد شماعه ايه يا جدعان ده ابو طويله راجل طيب وانا مش شايف حاجه تتعين يا حسين نادي ابراهيم واخوه حسنين خليهم يجوا هنا الاثنين وشوف مسعود واخوه شعلان قول له العمده هناك زعلان وانت يا صالح هات الطبله وخلي الابله تدق معاك جت بدريه قالت يا ازيه هي الابله عايزه تعيه ده هي قالت لي انها راح تيجي من البدريه قام عبعاد قال درويش نسينا ابراهيم افندي قال له هيجي ده كان امبارح سهران عندي وحط يا اخويا ايديه في ايدي وقال لي الناس هتبقى عليا مش معقول هو ده يقدر يجي متاخر قال مش قصدي اصلا انا خايف لا يكون شخه قال له يا راجل من دلوقتي ده هو حتى يحب ينام دايما متاخر اهو جه وسع عياله ابراهيم افندي مين اللي جاي معاه ده يا عمده قال له تلقاه بسطاوي ولا الواد محمود ابو سعده قال له ابو سعده جاي عمده ما هوش مكسوف والله الليله دي ليله وعده قام العمده هز شنابه وبص له بصه قال له يا فاضل خلي الليله يا اخويا تعدي مختار نادر الغفر متضوا وخلي عليش الدرف الهيش وشوف ابو ريه تلقاه واقف عند السقي خليه يجي هنا شويه عبده حتاته واخوه شلتوت قالوا العمده ازاي هيفوت نادر العكاش دخل عكاش ربط عينيه حرام بالشاشه قال له يا عمده رحت عملت اشاعه ورحت الجامعه عملت اشاعه ورحت الجامعه نط ابو لمعه قال له يا عمده بدير مظلوم اي أيوة والله قدام الجول قام العمده كشف عينيه صعب عليه ضرب ايديه في الجوزه والكوز قال له يا واد حقك محفوظ كل عشان ابو طويله ابو طويله على كلمه ابو طويله حضرتك بقى بتفضل كتابه القصائد ده من نوع ايه مثلا رومانسي حزين ولا انا بكتب رومانسي حزين برضو وقصص وحوارات زي دي انا لاحظت برضو من اول ما انت كتبت كلها سيناريوهات كلها كلمه لا في برضو قصايد وفي اغاني مؤلف اغاني برضو طبعا انا عرفت منك في الكواليس ان انت شاركت كتير جدا في المنتديات كلمني بقى عن المنتديات دي وكان ايه شعورك بقى وقتها انا حكايه المنتديات دي انا كنت من زمان ايام الياهو من حوالي حاجه وعشرين سنه كنت مشترك في منتديات ما شاء الله وكنت نشرت فيها وكانت في ردود فعل حلوه فيها طبعاً. بس المهنه خدتني والشغل خدني فكنت قعدت فتره كبيره ما بشتركش في منتديات يعني لكن بدات من شهر 9 اللي فات ده انشر القصايد بتاعتي ودخلت في منتديات كتير وخدت منها جوائز وقصايد ليا
جوائز فيه وكذا مجله برضو كنت بنشر القصيده مجلات بره كنت بتشارك فيهم برضو لا ده كانت المجله بتوثق لي القصيده وبتنشرها في المجله عندي طب انت ما فكرتش مثلا تعمل كتاب وتنزل القصص اللي انت بتقولها اصلا انت لسه اللي انت قلت ده كله عباره عن قصص ما شاء الله عليك ما فكرتش ما هو ما انا بقول لحضرتك الاوراق عندي اوراق قديمه فببدا من دلوقتي بطلع الورقه واقعد اعدل فيها واظبطها وانسقها واكتبها لان اي ورقه كانت بتقابلني كنت بكتب عليها فبتبقى قصائص تمام هتسمعنا ايه بقى تاني دلوقتي ان شاء الله اسمعكم حاجه بقى تبقى قصه قصيده بقى لا بلاش قصص بقى انا بقول كفايه في ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قصيده بعنوان عايزني انسى ماشي سمعنا بقى عايزني انسى دي ولا اقول لسه جاي رومانسي بقى اقول عايزني انسى ولا انت بقى بتكتب بكل الالوان سواء رومانسي او حزين او قصص يعني انت ما شاء الله عليك يعني الله يكرمك اتفضل عايزني انسى كل اللي فات وافتح صفحه تانيه من جديد لما احس انك حنين وحبك ليا كان اكيد لكن طول ما قلبك معاند الكلام مش راح يفيد عايزني ارجع زي امبارح انا مش شايف شيء جديد هات امبارح واقرا الدفاتر الدفاتر مش بعيد سمعني صوتك ما تقراش وتبتسم وقلبك من جواه سعيد عد الاهات شوف الجروح اثرها مش عايز يروح عرفت ازاي قلب انكسر وكان لا يمكن ابدا يبوح قلبي مات واندفى خلاص ريحته بدات تفوح هو ده نصيبي واسمتي كنت اهرب منه لفين واروح قل لي بس ازاي اصدقك وانت جاي من البيت وحالف مهما اقول لك اي حاجه تعمل فيها شريك مخالف كتر العناد والملاوعه خلتني منك ابعد واخاف شوف قلبك كده مش هتلاقيه يمكن مع حد تاني عشق وولاف ما شاء الله الله يكرمك قول لنا بقى حضرتك ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك في الشعر وازاي واجهتها ما هو الصعوبات اللي واجهتني بقول لحضرتك ان المهنه بتاعتنا شاقه جدا مهنه المحامي وقته كله ما بيبقاش ملكه يعني طول النهار في المحكمه وبالليل في المكتب يعني ممكن ما يلاقيش وقت ان هو يقعد مع اولاده حتى او يقضي مصالحه الشخصيه بس انت بقى كنت بتستغل مثلا وقت فراغك تكتب مثلا تسمع كلمه انت ما شاء الله بتسمع الكلمه بتعمل عليها قصيده بعمل عليها القصيده وانا واقف ده انا ممكن ابقى ماشي بالعربيه وفي الطريق واطلع الورقه واكتب وانا ماشي بتستغل وقتك برضه قول لنا بقى دايما في حياتنا بيكون لنا مثل اعلى او قدوه مين مثلك اعلى في مثلا في الشعر وبتفضل هو اللي اشعارهم اللي كتبتهم بتحبني قوي وبحس ان لونهم انا قريب منهم زي الابنودي طبعا استاذنا وسيد حجاب واحمد فؤاد نجم الناس دي انا بحس ان هم قريبين مني طب انت ما فكرتش كده تنزل معرض الكتاب وتشارك كده ويكون لك كتاب ان شاء الله ما انا بحاول انا بدات بقى ان انا اجمع الحاجات اللي انا كاتبها القديمه دي وببدا انشرها وهعمل ان شاء الله بداتش قبل كده مثلا تنشر ابيات شعريك ولا حاجه مثلا على الفيس او لا انا بدايه النشر من 1/9 اللي فات بدات بقى من 1/9 على السوشيال ميديا صح على السوشيال لو جالك بقى رد فعل مثلا انت نشرت مثلا حاجه على السوشيال ميديا فطبعا اي حد بيعلق لك عليه لو جالك كومنت ايجابي خلاص انا دي حاجه كويسه لو سلبي بقى هتتعامل معاه ازاي مثلا هتتعصب مثلا لا طبعا لان الاوراق بتاعتي والقصائد بتاعتي دي بقول لحضرتك بنقلها من مكان لمكان دي كانها ابني كانهم اولادي تمام كتاباتي دي غالية عليا جدا يعني بستقبل الرد السلبي عادي هكتب لنفسي هكتب لنفسي يعني انت ممكن تشوف اصلا رد تمام وبالتالي تعمل عنه قصيدة لوحدي او طبعًا مثلا طبعًا حد يحكي لك موقف لا ده انا هقول لحضرتك ده انا ايام ما كنت بنشر في اول 2000 على المنتديات اللي هي في علياهو كنت بلاقي ردود فعل كويسة ساعة ما الاقي رد الفعل كويس اروح اعمل لهم قصيدة على الرد بتاعها تديك الباور انك تكمل الله يكرمك اي طب سمعنا بقى ايه دلوقتي بس حاجة بقى مختلفة نقول طيب نقول حاجة برضو حلوة للذكريات سمعنا دي قصيدة كاتبها باسمها تصريح بالحب بعد فوات الاوان قولها بقى ان واحدة كنت بحبها مثلا وانا صغير وجاية دلوقتي تقولي لي بحبك بقول لها فاكرة لما كنا صغيرين وانت عامله قطه وكان ضفايرك قصيرين لما نلعب تجري تستخبي في المنظره ورا الكنب وانا اقول امسك حرامي وبشواش الدره عامل شنق اهلا وتعرفي من يوميها وانت في غرامي ايوه في غرامي من يوميها ما تضحكيش ما تستغربيش
ما تقوليش ان احنا كنا صغيرين، لا انا كنت راجل، صحيح صغير بس راجل، والدليل كنت بغير. لما اشوفك تتكلمي مع حد تاني، ايوه بغير، حتى لو كلامك كان عشاني برضو بغير. كنت عايز اخطفك ونروح نعيش في جزيره بعيده، جنس حد هناك مفيش. تعرفي كنت ايه بالنسبه لي؟ شغله بالي صبحي وعشيه، الحلوه ليكي والوحشه ليا، ولو خدت الحلوه مره اجي ادوقها لقاها مره. وانا اللي كنت سجين بحبي، مره داري وعشره خبي، كنت فاكر الدنيا حلوه، ما كنتش اعرف المستخبي. كنت كاتب كل حاجه بحس بيها، حتى دقات قلبي وساعاتي، لحظه فراقي، لحظه لقاكي. كنت فرحانه بسكاتي ولا مبسوطه بقهاتي؟ سيبي كتاباتي، سيبي كتاباتي، عقلي فيها، روحي فيها، دي ذكرياتي. فهميني، عرفيني، قلبي بس ازاي هواكي؟ من سنين عمال يهاتي، جايه بعد السنين والعمر فات، لسه فاكره انك تبوحي وانا يا دوب لامم جروحي. لسه جايه تطببيني وعلاجي من زمان كان معاكي. قلبي طول السنين كان يعاني، على العموم قلبي نساكي، اللي عمره ما كان يحب ابدا سواكي. كنت بمشي اشوف الحبايب الكل دايب، وانا اصلا من البدايه كان ظني خايب. خابت ظنوني والعمر راح، ما فضلش منها غير الجراح. جايه بعد ما قلبي بالجفا اتملى، اتملى وفاق وشعر راسي اشتعل فيه البياض. كنت عايزه ان اصبر لحد امتى؟ لما اقول لك الفرخه ولدت ولا اقول لك ديك نباط؟ جايه بعد كل ده وتدلعيني وتقولي لي الحب ياض؟ سلام بقى وما تنسينيش، ولا اقول لك لو شفت الشمس وقت الغروب بفتكر لحظة لقانة، ولو لمحتي في غصن شجرة بلبلين بيغردوا بفتكر لعبنا وغنانة، بفتكر لعبنا وغنانة. ده جميلة جدا ما شاء الله. قول لنا بقى كان ايه شعورك وقتها وانت بتكتب القصيدة دي؟ هو بقول لحضرتك ممكن الفكرة تجيني من كلمة، ممكن ابقى قاعد قدام التلفزيون كلمة بس اتنطقت قدامي، او كلمه لقيتها مكتوبه، سمعت حاجه في ربي، منظر حركه قدامي، منظر قدامي، خلاص ممكن ابني عليه قصيده. بحكم بقى حضرتك في المجال وخبره ما شاء الله عليك من زمان، تنصح الشباب اللي حابه مثلا تبدا في الشعر ولسه في بدايه الطريقه، تحب تنصحها بايه؟ انصح الشباب ان اللي عنده موهبه في اي مجال معين مش شرط الشعر ما يسيبهاش، ما يسيبهاش لما يكبر، ينميها من الصغر. لان انا كده المفروض الحاجات دي كلها كنت نشرتها من زمان. فعلا عامل شغل جميل جدا، المفروض كنت تستغل الوقت الكبير ده جدا وتعرض الحاجات دي، فبالتالي كان هيفرق معايا. ما هي بتفرق لما يكون مثلا واحد لا، وبتفرق كمان لما يكون واحد مثلا موظف او شغال شغلانه معينه وبيروح مثلا بعد الظهر، بيبقى عنده وقت فراغ كبير، لكن بالنسبه للمحامي بيبقى مشغول ليل ونهار. ربنا يعين حضرتك. الله يكرمك. بتفضل كتابه العاميه ولا الفصحى؟ لا العاميه. عشان بتحس ان الناس كلها بتقدر العاميه الدرجه واللغه الدرجه. تمام. قبل بقى نهايه حياتنا عشان الوقت خلص بسرعه، يعني احنا استمتعنا النهارده بكتابات حضرتك. الله يكرمك. تحب تشكر مين؟ انا اشكركم الاول، واشكر القناه، اشكر القناه اللي هتبين اعمالي وتظهر، لان اعمالي كانت مدفونه من زمان. ان شاء الله ليك تاني حلقات معنا كتير جدا، وحضرتك والله نورتنا وبجد. الله يعني قصائد طالعه من جوه قلبك، واستمتعنا النهارده بوجودك معانا، ومن هنا خلصت حلقتنا، وانتظرونا في حلقه جديده. الله يكرمك.